وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين سلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، سعادة وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، راعي الحفل، معالي السادة رؤساء المؤسسات الكبرى للدولة، السادة الوزراء أعضاء الحكومة، السادة البرلمانيون أعضاء الجمعية الوطنية، السادة المستشارون لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، معالي السادة السفراء ممثلي السفارات لدى البلاد، وكذا السادة ممثلي المنظمات الدولية، فضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضيلة المفتي العام للبلاد، فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضيلة رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف رسميا وشعبيا لدى البلاد، أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء بعثة الأزهر الشريف، السادة ممثلو الكنائس لدى البلاد، أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله والمقدمون في الطريقة التجانية والمادحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أصحاب الفضيلة العلماء مناديب المجلس الأعلى في الدوائر العشرة للعاصمة، الإخوة المدعوون الأعزاء الأفاضل، الحفل الكريم، جميعكم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دأب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد أن يقيم كل عام الاحتفال الرسمي والشعبي بذكرى المولد النبوي الشريف، ونحن وفي هذه اللحظات المباركات نشهد هذا الاحتفال الرسمي الذي يرعاه ممثل فخامة رئيس الجمهورية وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي. احتفالنا لهذا العام يأتي تحت شعار قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحفل الكريم، إن الأمة الإسلامية التشادية في هذه البلاد تحتفل بهذه الذكرى، ولكن احتفالها لهذا العام يرافقها فيه حزن كبير بفقدانها لعلم من أعلام البلاد وعالم من علماء هذا الوطن الذين أسسوا هذا المجلس الذي نحن الآن في رحابه، ألا وهو مولانا الشيخ موسى إسحاق شعيب رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الاحتفالات التي نقيمها لهذا العام أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلزم أهله وزويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. حفلنا الكريم، إن فقرات احتفالنا ستكون كالآتي: بعد قليل نفتتح هذا اللقاء بآي من ذكر الله الحكيم، ثم تستمعون إلى قصيدة مع فرقة نور الإيمان للمديح النبوي، بعدها تستمعون إلى خطاب نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام 1439 للهجرة، 2017 للميلاد، ثم نختتم بالقرآن الكريم. Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, représentant de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Monsieur le président des grandes institutions de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers du président de la République et du Premier ministre, monsieur le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, monsieur le mufti de la République, monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, monsieur le président du Haut Comité chargé de l'organisation de la cérémonie de Mouloud au Tchad, monsieur le leader religieux catholique et protestant, monsieur le membre du Conseil supérieur des affaires islamiques, monsieur le Zulema, imam, prédicateur, mémorisateur du Saint-Coran, le Maddahin, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad organise une cérémonie à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, sous le thème « Attachez-vous fermement au pacte d'Allah et ne vous divisez pas ». Mesdames et messieurs, le programme de notre cérémonie se présente comme suit. Dans un premier temps, nous aurons la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة. أيها الحفل الكريم، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وبقيادة رئيسه مولانا الشيخ الدكتور حسين حسن بكر حفظه الله وشفاه، وبمعاونة أعوانه من العلماء أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، استطاع المجلس أن يحافظ على هذا التراث وهذا الموروث الديني الذي نعتز ونفتخر به وتفتخر البلاد جميعها به، ألا وهو الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بهذا الوجه وبهذا الشكل المشرف في جميع ربوع البلاد. إن اللجنة العليا المكلفة بتنظيم الاحتفالات بالمولد النبوي رسميا وشعبيا برئاسة مولانا الشيخ صالح محمد رمضان تستقبل بين الفين والأخرى اتصالات متعددة للاحتفالات في مختلف البلاد. أيها السادة، الآن ندعو فرقة الشيخ آدم موسى آدم، فرقة نور الإيمان، للمديح النبوي لتقدم قصيدة في هذا الحفل الرسمي. Nous invitons le Cheikh Adam Moussa Adam, le président du groupe Nour al-Iman, et son équipe pour la présentation du poème. الله قد صلى عليه وسلم 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 وقبل على
مفخما ومنصفا ومخصفا ومعمما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومتحيا ومصليا ومسلما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم قبل على مدح النبي مفخما ومنصفا ومخصفا ومعمما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومتحيا ومصليا ومسلما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم هو سيد الرسل الكرام محمد هو سيد الرسل الكرام محمد هو سيد الرسل الكرام محمد أولاهم بعلى المحامد أحمد وأجلهم قدرا وأمجد أسعد وأجلهم قدرا وأمجد أسعد ولقد علاهم فاتحا ومتمما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم هو سيد الرسل الكرام محمد هو سيد الرسل الكرام محمد أولاهم بعلى المحامد أحمد وأجلهم قدرا وأمجد أسعد وأجلهم قدرا وأمجد أسعد ولقد علاهم فاتحا ومتمما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم أفضل منه عند الخالق في العالمين مخالف وموافق لا خلق أفضل منه عند الخالق في العالمين مخالف وموافق من حاضر من سابق من لاحق من حاضر من سابق من لاحق ما ثم إلا الله أعلى عظما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم خير الورى نسبا وأفضل أنصرا أذكاهم خبرا وأطيب مخبرا خير الورى نسبا وأفضل أنصرا أذكاهم خبرا وأطيب مخبرا أسماهم خطبا وأرفع منبرا أسماهم خطبا وأرفع منبرا يوم الفخار إذا الحسود تكلما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم خلق المهيمن نوره من نوره والكون منه كبيره بصغيره خلق المهيمن نوره من نوره والكون منه كبيره بصغيره ولقد تأخر أخاتما بظهوره ولقد تأخر أخاتما بظهوره للرسل وهو كما علمت تقدما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم الله أكرمه بفضل نبوته من قبل آدمه وقبل عبوته الله أكرمه بفضل نبوته من قبل آدمه وقبل عبوته وتشرفت أجداده ببنوته وتشرفت أجداده ببنوته في عالم التجسيم حين تجسما الله قد صلى عليه وسلم الله قد صلى عليه وسلم لا جد إلا وهو فرد زمانه متميز فضلا على أقرانه لا جد إلا وهو فرد زمانه
متميز فضلا على عقراني متوارثون وصية في شأنه من آدم وإلى الخليل وبعدما الله قد صلى عليه وسلم كانت وصيتهم وقاية نوره من عارض ببطونه وظهوره في كل طاهرة وكل طهور حتى بدا في الكون نورا أعظما الله قد صلى عليه وسلم عن بابه تلك القرون خبيرهم توراتهم إنجيلهم وزبورهم قد جاء بالقرآن وهو كبيرهم للخلق خاطبة فزاد وترجما الله قد صلى عليه وسلم عن بابه تلك القرون خبيرهم توراتهم إنجيلهم وزبورهم قد جاء بالقرآن وهو كبيرهم للخلق خاطبة فزاد وترجما الله قد صلى عليه وسلم الله أكرمه بحفظ قبيله من كيد أبرعة الخبيث وفيله ألفين وأحجم باركا بسبيله نور النبي رأى هناك فأحجما الله قد صلى عليه وسلم الشكر كل الشكر لرئيس فرقة نور الإيمان للمديح النبوي المادح الكبير الشيخ آدم موسى آدم، نشكره على هذه المدحة وعلى هذا الحماس القوي. كم هي لحظات جميلة أيها الإخوة، صلوا وسلموا على رسول الله. كم جميل أن يقام الاحتفال بهذا الشكل وفي مقدمته مسؤولين في البلاد وأيضاً من يمثل فخامة رئيس الجمهورية، هو الذي يرعى ويشرف ويرعى بأم عينيه مجريات هذا الحفل العظيم الذي إن شاء الله في خلال فقراته نستمع إلى سيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد هو الجهاز الذي يرعى شؤون الإسلام والمسلمين في هذه البلاد عبر فروعه في مختلف أقاليم البلاد وكذا في المحافظات وفي المقاطعات، يسعى للحفاظ على هذا الأمن الذي أرسى داعيمه فخامة رئيس الجمهورية من خلال الخطب والتوعية والإرشادات والمناسبات الدينية التي تقام من وقت لآخر. يقوم المجلس بتوعية الناس على أهمية هذا الأمن، لولا الأمن لما احتفلنا مثل هذا الاحتفال. نسأل الله سبحانه وتعالى بمناسبة هذا الشهر الكريم أن يديم لبلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ومن كيد الأعداء ومكر الماكرين. فما من مناسبة تقام إلا
وفيها كلمة رسمية للمجلس الأعلى إن كانت هذه المناسبة دينية. فنحن اليوم إن شاء الله نستمع إلى خطاب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدمه نائب رئيس المجلس الأعلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، خطاب اليوم حول ذكرى المولد النبوي الشريف، فليتفضل فضيلته مشكورا ومأجورا. Monsieur le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Dr Mohamed Khatr Issa, avec votre permission, nous vous invitons pour votre discours. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي، ممثلاً لفخامة رئيس الجمهورية، معالي السادة رؤساء المؤسسات الكبرى للبلاد، السادة الوزراء أعضاء الحكومة، السادة البرلمانيون، السادة المستشارون لرئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الوزراء، معالي السادة السفراء ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلو المنظمات الدولية، أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء بعثة الأزهر الشريف، فضيلة مفتي البلاد، فضيلة رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بذكرى المولد الشريف، السادة ممثلي الكنائس لدى البلاد، أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله، والمادحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الإخوة المدعوون جميعاً، كذلك الأبناء والإخوة في رجال الأمن، وكذلك أيضاً كذلك للإعلام، رجال الإعلام والحفل الكريم كله، من نسيت ذكره لم أنس قدره. إليكم جميعاً تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في هذا المقام وفي هذه البلاد الحبيبة من طولها وعرضها نفرح، كما أن العالم الإسلامي كله يفرح بمجيء هذا اليوم ومجيء شهر ربيع الأول، الشهر الذي كلما عاد تعود معه ذكرى مولد النور الذي عم أرجاء المعمورة، منقذا للبشرية من وحدة التردي إلى ربوة النجاة. تلك الذكرى التي كلما عادت تعيد معها تلك النفحات العطرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على البشرية، حيث أبرز إلى الوجود الحسي نور محمد صلى الله عليه وسلم إيذاناً بتغيير مجرى التاريخ وانبلاج فجر الحرية والعدل والإنصاف وانتهاء عصر القهر والظلم والاستحواذ. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأتي ذكرى مولد أعظم مولود وأكرم مرسل، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى، المصطفى للرسالة والمجتبى للنزارة والمرتضى للبشارة، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، نبي الرحمة وهادي الأمة، النبي الهاشمي القرشي الكناني العدناني، الذي جعله مولاه خياراً من خيار من خيار،
واشتق له اسما من اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد، وأدبه فأحسن تأديبه حتى وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما أتم الأربعين من عمره بعثه الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قائلا له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهدى إلى الهدى بالهدى، ونصر الحق بالحق، حتى قام فينا ملة الإسلام، ملة أبينا إبراهيم، وسمانا المسلمين. فأسلمنا الذات، أسلمنا الذات والروح والعقل والمقصد، أسلمنا ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى، فصرنا بذلك خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيا له من مولود عظيم، ويا له من مبعوث كريم، بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أيها الحفل الكريم، فإن أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، هو ظهور الحقيقة المحمدية إلى عالم الشهادة، وإعلانه للأمة عن الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، حيث قال: يا أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعندها، عندها دقت ساعة الصفر، دقت ساعة الصفر ودارت عجلة التاريخ، فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة وكشف الغمة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. وجاء الإعلان، جاء الإعلان عن اكتمال الدين واكتمال النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندها أعلن صلى الله عليه وسلم بأن الحلقة قد اكتملت، وأن البناء قد أنجز، ولم يبق إلا التطبيق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. ولكن ماذا بعد لكن؟ الحفل الكريم، هل الأمة التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم هل بقيت على تماسكها كما بناها، أم قد انجلت، قد انحلت عراها وتفرقت أهواؤها؟ فيا للهول، يا للهول، أين الأمة التي قال عنها خالقها جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هل هذه الأمة بقيت على خيريتها، أم أنها أصبحت غساء كغساء السيل كما أخبر عنها نبيها صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الإجابة عن هذا السؤال هي على ذمة الواقع. نعم، فقد فسدت الأمزجة، فسدت الأمزجة بعد الاعتدال، واستحكم الطيش بعد التعقل، وسارت الأمة في طرائق قددا، فمنهم من انطوى على نفسه وفقد كل شيء وقعد عن المسايرة، ومنهم من اندفع ولكن على غير هدى فتجرد عن أنسانيته فضلا عن الوازع الإيماني، واشتبهت الأمور أمام عينيه، فصار عنده قتل المسلم في مسجده والمسيحي في كنيسته، صار عنده قربة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حرم مثل هذا الفعل. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنربأ بأنفسنا ولنغير ما بحالنا ليغير الله سبحانه وتعالى ما بنا. ويا معشر الشباب، يا معشر الشباب، ويا سند الأمة، ويا رأس الرمح الملتهب، تبصروا ما أنتم فيه وما يحيط بكم، واستمعوا إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذه الأمة كفر بي شيوخها
ونصرني شبابها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا في ذاك الوقت أن الأمة في وقته أنه كفر به الشيوخ ونصره الشباب. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. فكونوا كأولئك الشباب، كونوا أنتم يا شباب هذه الأمة كأولئك الشباب، وانصروا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نصره سلفكم، وانصروه. ونصره يكون بماذا؟ نصره يكون بدراسة سيرته واقتفاء سنته. أيها الحفل الكريم، فإن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إعلان لدين جديد فحسب، بل كان إعلانا لحياة جديدة تخلصت الإنسانية فيها من براثن الجهالة والشقاء، وانتقلت من هوة التعسر والضلال إلى سدد النضج والرشاد. وهكذا تبقى ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم رمزا خالدا لدعوة الحق والخير والفضيلة، وعلامة بارزة في تاريخ البشرية، لأنها هي النور الذي عم الوجود كله. وهكذا بميلاده صلى الله عليه وسلم، كونه جاء بشيرا بقيام دولة التوحيد واندثار الباطل وصولته وسقوط الشرك ودولته. فلك الحمد يا الله، لك الحمد أن بعثت فينا أفضل رسول وأكرم مخلوق، وهديتنا إلى سبيل الرشاد، لك الحمد على ذلك. اللهم من علينا بالعفو والعافية، وتقبل منا هذا العمل، واحفظنا من كل مصيبة، إنك على كل شيء قدير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس مشيخة الطريقة التجانية في البلاد على هذه الكلمة. أيها الحفل الكريم، ندعو الأستاذ عباس بكر عباس لترجمة ما جاء في كلمة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. Mesdames et messieurs, pour la traduction en français du discours du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, nous invitons M. Abbas Abakar Abbas pour la traduction. Synthèse du mot du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Chers invités, dans vos rangs, qualité et grade, tout protocole observé. Nous vivons aujourd'hui une joie à l'instar de toutes les communautés musulmanes de par le monde. Nous vivons la joie car nous sommes en plein mois de Rabi al-Awwal qui revient chaque fois avec des souvenirs de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, sali de Dieu soit sur lui. C'est l'anniversaire de la naissance du sauveur de l'humanité. Cet anniversaire qui revient pour exprimer une pureté qui vient d'Allah à toute l'humanité. Cet anniversaire nous rappelle la fin de l'obscurantisme dans le monde et l'arrivée de la justice et de l'équité. L'anniversaire de cette naissance est un meilleur événement que nous vivons. Le prophète Mohammed, sali de Dieu soit sur lui, est envoyé à toute l'humanité. Il est le maître des fils d'Adam. Il est le prophète de la clémence qui a guidé toute la communauté. Il était le descendant de la famille de Quraysh sur une lignée de nobles. Le nom de Mohammed lui a été attribué. Le choix de toutes ses qualités a été fait par son Seigneur qui l'a bonnement éduqué et a fait des éloges sur le Saint-Coran. Lorsqu'il eut 40 ans, il l'envoya à toute l'humanité et à la communauté pour avertir et appeler les humains sur la voie d'Allah. Il a prêché pour toutes les communautés et a fait de nous une communauté musulmane, la communauté du Père Abraham, et il nous a dénommés musulmans. Ainsi, nous sommes une meilleure communauté choisie des hommes. Nous autorisons le bien et blâmons le mal. Chers invités, une des grandes bontés
de ses serviteurs, c'est l'éclosion de la vérité. Louange à Allah qui nous a guidés sur le chemin de la vérité et nous a envoyé son messager qui a orienté sa communauté vers le meilleur. Il a exprimé ces versets qui nous ont fait définir la religion musulmane comme étant achevée. Après cela, le prophète a achevé ce qu'il a bâti pour sa communauté et a réalisé ses objectifs. Chers invités, est-ce que cette communauté fondée par le prophète Mohammed, salut de Dieu soit sur lui, a suivi à la lettre ce que son prophète lui a fait comme base? Est-ce que cette communauté a pu garder sa cohésion comme telle, sans division? Où est cette communauté que son Seigneur lui a dit « Vous êtes la meilleure communauté établie pour les hommes » Est-ce toujours intacte comme son prophète l'a bâtie ou alors est-elle dispersée dans tous les sens comme l'eau en vague? La réponse à cette question, la communauté est allée dans tous les sens. Il y a ceux de ses membres qui sont repliés sur eux-mêmes. Il y a d'autres qui n'ont pas suivi le bon chemin. Il y a aussi ceux qui ont abandonné la voie de la religion et se sont donnés à des actes inhumains. Ils ne considèrent pas un péché le fait de tuer un musulman dans une mosquée ou un chrétien dans une église, alors qu'Allah a interdit cet acte odieux. Oh, vous qui aimez les prophètes, revenez sur le droit chemin. Vous les jeunes, qui êtes les piliers de la communauté, regardez dans quelle situation nous sommes et qui nous entoure. Le prophète Mohammed, salut de Dieu soit sur lui, dit « Les jeunes ont soutenu ma religion et ma révélation et la révélation de cette religion pendant que les plus âgés l'ont négligée. Soyez donc comme ces jeunes qui ont soutenu cette religion à l'époque prophétique. » La commémoration de la naissance du prophète Mohammed, salut de Dieu soit sur lui, ne sera pas seulement l'annonce d'une nouvelle religion, mais peut-être une nouvelle vie qui considère l'humanité, abolit la bassesse et la perversité pour instaurer une vie bien guidée. C'est ainsi que la commémoration de la naissance sera dans nos esprits pour rappeler un symbole de la bonne prédication et des bonnes actions dans l'histoire de l'humanité. C'est parce que cet anniversaire est celui de la lumière qui a éclairé l'existence. Une cité de l'unicité sera construite pour que tout acte illégal sera rayé et le fait des idolâtries vont échouer. Louange à Allah qui nous a envoyé le prophète Mohammed, salut de Dieu soit sur lui. Allah nous protège tous. Je vous en prie. أيها الحفل الكريم إننا وفي هذه اللحظات نحتفل في هذه القاعة بمناسبة الحفل الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف وإن الأمة الإسلامية التشادية في مثل هذه اللحظات في مختلف بقاع البلاد تحتفل هي الأخرى بهذه المناسبة العظيمة على القلوب ففي مثل هذا الوقت هناك فريق من علمائنا من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الآن وفي هذه اللحظات يتجولون في مختلف المساجد والزوايا لتفقد أحوال المحتفلين وتشجيعهم على التمسك بهذا الاحتفال وتوعيتهم حول محبة النبي عليه الصلاة والسلام وغرس محبته في نفوس الكبار والصغار. في مثل هذه اللحظات أيضا علمائنا يوجهون المسؤولين في الدولة وكذا الأغنياء والتجار وميسوري الحال بمرافقة المحتفلين ومساعدتهم والوقوف معهم وتقديم العون لهم من أجل إقامة هذا الاحتفال بالشكل المطلوب. لدي بعض من الإعلانات أقرأها. يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الاحتفال الشعبي الكبير الجامع المعروف باحتفال الشارقة يقام بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأحد 15 من شهر ربيع الأول 1439 للهجرة 3 من شهر ديسمبر 2017 بالمسجد الكبير للملك فيصل في تمام الساعة
الثامنة صباحا، والدعوة عامة لجميع المواطنين في العاصمة وضواحيها وفي الأقاليم. من يريد المشاركة فإن الموعد هو يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. تعلن حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية لجميع منتسبيها بأنها ستعقد يوم غد الخميس اجتماع مهم بمركز ابن عباس بمسجد الملك محمد السادس بحي الدقيل الرياض، وعليه يرجى من الجميع الحضور وعدم التخلف. سادتي، في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أعود وأرحب بممثل جلالة سلطان مدينة جمينة، وكذا برئيس المجلس الفرعي لولاية قيرة، وأيضا بالأشراف آل البيت الفاطمي، وبجميع من نسيت أن أرحب بهم، فإن مقامهم ومكانهم عظيم في قلوبنا. بهذا القدر نصل إلى نهاية هذا الحفل الرسمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نختتم هذا اللقاء بآي من ذكر الله الحكيم، حيث أدعو الشيخ القارئ محمد رمات ليختتم لنا بآي من ذكر الله الحكيم. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre cérémonie. En ce moment, j'invite monsieur le cheikh Mohamed Ramat pour nous clôturer la cérémonie par la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك. هؤلاء هم فرسان القرآن الكريم الذين رفعوا علم تشاد في المحافل الدولية حتى عرفت تشاد ببلد القرآن الكريم وببلد المليون حافظ لكتاب الله تعالى. الآن ندعو الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يتفضل بمرافقة ممثل فخامة رئيس الجمهورية وبرفقته نائب رئيس المجلس ومفتي البلاد والمستشارون والوزراء والسفراء والبرلمانيون وجميع الشخصيات الاعتبارية وكذا ممثلي الكنائس بالتفضل إلى مكتب رئيس المجلس. ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا، اقصهم ثوبا هوى
بنبي محمد. عجل الخوف إليهم وكذا البأس عليهم وكذا الشر لديهم وانصرنا على محمد.